أستاذ طلال أنصاري، كل عام وأنت بخير. إحنا في رمضان، في عيد الفطر المبارك في القاهرة، ونحن ننتهز هذه الفرصة ونعمل معك اللقاءات التي سوف تلوها يعني لقاءات أخرى على خلفية قضية الشهيرة وهي الفنية العسكرية. أما الآن نحن يعني اليوم هنتحدث في موضوع المبادئ الفوق دستورية التي تريد الحكومة المصرية أن تسنها قبل الانتخابات. عندما انزعج سيدنا موسى من قيام بني إسرائيل بعبادة العجل، ولام أخاه هارون لوما شديدا، دافع هارون عن نفسه بمبدأ صحيح ومقنع من الناحية الشرعية والعملية، فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سيدنا هارون في هذه الآية العظيمة يحدد أولويات الأمة فيما نحن فيه الآن، هو التوحد، هو تقديم الأولوية المهمة، والحفاظ على تراب مصر وعلى توحدها وعلى توجهها وعلى قيام جميع فصائلها بفهم الأولوية الأولى، وهي حماية حدود مصر وحماية الخطر الجانبي، الخطر الخارجي لمصر. هذه أولوية ينبغي الأخذ بها وينبغي اعتبارها وينبغي النظر إليها بكل جدية وبكل تقدير. مصر الآن تحيطها المخاطر من كل جانب، على المستوى الخارجي جميع حدود مصر غير آمنة، سواء من ناحية الغرب أم من ناحية الشرق أم من ناحية الجنوب، كلها مخاطر تحيط بمصر، ومصر لها دورها ولها ثورتها الرائدة، ويحاول الجميع الآن القضاء على مصر، ويحاول الجميع الآن إيجاد الفرقة والاختلاف والتقسيم لمصر. ينبغي فهم هذه الأولوية، وهي الحفاظ على مصر وعلى حدودها وعلى أرضها وعلى استقلالها وعلى توحدها، هذه أولوية. لذلك أدعو جميع المصريين إلى إزالة جميع الاختلافات وإلى تفاهم طبيعة المرحلة التي مطلوب فيها أن يحيط بمصر رؤية مهمة وأساسية، وهي الحفاظ على وحدة مصر وعلى توحد أهلها وشعبها وعلى مقاومة بذور الانشقاق والفرقة والاختلافات، هذه أولوية لمصر. أما مواضيع الخلافات الحزبية ومواضيع الدستور أو فوق الدستور أو اللوائح أو الانتخابات أولا أو الدستور أولا، كلها خلافات جانبية ينبغي أن نعلو فوقها جميعا، وأن ندعو إلى الائتلاف وإلى التوحد وإلى فكر التوافق والاتفاق بيننا جميعا كمصريين، لأن مصر في خطر، والخطر الأساسي يأتيها من الخارج قبل أن يأتيها من الداخل، وهذه فترة نحن أحوج ما نكون فيها إلى التوحد وإلى التوافق وإلى أن نحمي مصر بعقولنا وأجسادنا. ولذلك الأولوية الآن لإقامة مجتمع حزبي ومجتمع حر ومجتمع سياسي سليم ينبغي الاحتراز فيه من الفرقة ومن الاختلاف، تأسيا بقول سيدنا هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إياكم يا أهل مصر من الفرقة ومن الاختلاف ومن الدخول في معارك فرعية على حساب توحد مصر وعلى حساب حدودها وعلى حساب أمنها. هذه نصيحة غالية أذكر نفسي وأذكركم بها يا أهل مصر جميعا. ما تفسير حضرتك لبعض التيارات السياسية الليبراليين وغيرهم من التخوف من الإسلاميين؟ يعني ماذا تقول لهم؟ هم متخوفون من الاستيلاء أو سيطرة الإسلاميين على المجلس الشعب وعلى الحكم فيما بعد. إذا كان الليبراليون يقولون أنهم أصحاب صندوق انتخابي، والصندوق الانتخابي هو الذي يحكم وهو الذي يقول كلمته الأخيرة، فإننا قبلهم نقول ذلك، وعليهم أن يختاروا
بين نظام حسني مبارك وبين الإسلاميين، فنحن حراس هذه الأمة، ونحن احتكمنا إلى الاقتراع وإلى صناديق الانتخاب، ونحن مقتنعون تماما بأن المعيار الأساسي والأصلي هو اختيار الناس، والناس في هذه الفترة يستعدون لإجراء أول انتخابات حقيقية في مصر، وهذا معناه أن الجميع قد احتكم إلى الصندوق الانتخابي، والذي يتهم المصريون بأنهم لا يحسنون اختيار قياداتهم ولا يحسنون فهم الحريات، فهو يظلم هذا الشعب الأصيل وهذا الشعب العظيم. نحن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ليكن الاختيار الحر المباشر وحرية الناس في اختيار ممثليهم هو المقياس الحقيقي والأصيل للتعبير عن آراء الناس، ونحن مثلنا مثل غيرنا من المصريين جميعا، نحن قد احتكمنا إلى الصندوق والذي سيحدد من الأولى بقيادة هذه الأمة، نحن الإسلاميون أم العلمانيون. أستاذ طلال، أنا بشكر حضرتك، وهنأخذ فاصل ثم نعود بعد الفاصل. شكراً.